ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مرقية مصطفى. النهارده ان شاء الله هنعمل تخليل الليمون المسلوق. تخليل ليمون عادي خالص بخلطه، بجد بتكون جبار. شايفين الليمون؟ انا غسلته وحطيته على البوتاجاز، هغليه نص سوا، يعني هيستوي نص سلقه. طبعا الليمونه بتكون خضره. لو عندك الليمون الصغير الاخضر الناشف اللي بيكون كله لحم دوت استعمليه. انا عندي الليمون النهارده اللي موجود عندي مشبح باخضر باصفر كده، فهسلقه. وانت لو عندك ليمون اللي هو الصغير الاخضر اللي كله لحم دوت، ده اللي تستعمليه، بيكون رهيب بجد. هسلقه نص سلقه واسيبه يبرد، وبعدين يلا تعالوا بقى نخلل الليمون بتاعنا. عملت له، جهزت له الخلطه. طبعا الليمون سلقته وسبته يومين اتنين اغير عليها الميه من 3 4 مرات كده في اليوم علشان ينزل المراره بتاعته. طبعا انا سلقاه نص سوا زي ما قلت لكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. الليمون بتاعنا اهوت بعد ما اتسلق، شايفين الليمونه ماسكه نفسها اهي، مش مستويه قوي ومش مهريه مني، تمام؟ عشان لما تستوي معايا وتتخلل تكون الليمونه ماسكه نفسها، ما تكونش مهريه مني قوي، تعرفي تاكليها، تمام؟ ده كده الليمون بتاعنا. تعالوا بقى نشوف الخلطه بتاعتنا الجباره بجد، بتخلي الليمون ده تحفه، حاجه كده بجد من الاخر. معايا بقى نص كيلو فلفل اخضر مقطعاه شرايح، حراق طبعا، وفلفل احمر. لو انت عايزه بارد حطي بقى طبعا طبع رغبتك الفلفل، تمام؟ ده كده نص كيلو. معايا بقى شرايح ثوم، معلقه شرايح ثوم، ومعايا قد ربع كوبايه من زيت الزيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت نباتي. معايا 4 معالق من الفلفل، دقه الفلفل الاحمر، دقه فلفل عادي خالص بملح او هريسه شطه لو عندك. معايا جزر مبشور، ومعايا كوبايه من الخل، الاتنين كيلو ليمون ليهم كوبايه خل، ومعايا كوبايه ونص من عصير الليمون، ومعايا كوبايه ملح، تمام؟ بالظبط 12 معلقه لكل كيلو ليمون، 6 معالق ملح. انا حاطه 12 معلقه علشان 2 كيلو ليمون، تمام؟ دي كده الخلطه بتاعتنا. هعمل فيها ايه الخلطه بتاعتنا دي؟ هياخد كل المكونات دي على بعضها في بوله، طبعا ما عدا الليمون والخل هسيبهم للاخر، تمام؟ هياخد الجزر، بسم الله، طبعا هقلب كله بايدي. فلفل، دقة الفلفل، دقة الفلفل دي مهمة، خلي المخلل بتاعنا رهيب. معانا بقى الفلفل، شوية زيت الزيتون او زيت نباتي عادي مفيش مشكلة، مع الثوم والملح بتاعنا 12 معلقة. شايفين؟ شايفين خلطة؟ امسكها كده بايدي بقى اقلبها كويس قوي بايدي، الريحة بتاعتها تحفة. تتوقعوا الخلطة دي بقى هتخلي طعم الليمون بتاعك عامل ازاي؟ هتاكلي شوية ليمون بجد هتحلفي بيهم من جمالهم. شايفين الخلطة بتاعتي عاملة ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ رهيبة، الطعم بتاعها بيكون رهيب في المخلل، تمام؟ هياخد برضو شوية من الخل، مش كله، مع شوية من الليمون، لأن الخل والليمون هزود بيهم المخلل بتاعنا. شايفين؟ الله 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 على الجمال. وننزل بالليمون، طبعا الليمون بتاعنا تنزلي بيه على الخلطه. الليمون بتاعي مش مفتوح، تمام؟ مش فاتحه خالص، الليمونه سليمه. طبعا هجيب له حاجه واسعه عن كده علشان اقدر اقلبه كويس، تمام؟ هشيل كده، اجيب صينيه وانزل بكل الخلطة الجبارة دي والليمون. يا عيني يا عيني على الريحة، بجد تحفة. امسكي كده بقى الليمون بتاعك قلبيه بالخلطة دي كلها. بعد كده بقى ايه؟ نحطه في البطرمانات بتاعتنا، تمام؟
بص بقى خلاص قلبت الليمون بتاعي كله بالخلطة بتاعت الجبارة، طبعا حطيته في البولة تاني علشان الصينية كبيرة عشان اعرف اعبيه في البطرمانات بتاعتي. لو انت عندك بولة زي كده وحابة تسيبيه زي ما هو كده في البولة، هتحط عليه بقى الخل والليمون الباقيين وتغطيه بستريتش، او لو لها غطا هتغطيه وتسيبيه وتحط على وشها شوية زيت، لكن هتحطيه بطرمانات زي ما هنحطه كده. هناخد بقى من الليمون بالخلطة، ناخدهم الاتنين كده مع بعض ونملأ البطرمانات بتاعتنا، واهم حاجة ان الخلطة تكون في الليمون، تمام؟ ونملى البطرمانات بتاعتنا على قد ما ياخد حجمه بقى، هتحطي في واحد هتحطي في اتنين براحتك، شايفين الشكل ده كده، تاخدي من الخلطة وتحطي تملي البطرمانات بتاعتنا، تاخدي من الخلطة، شايفين الخلطة عاملة ازاي في البطرمان مع الليمون، تحفة، الليمونة جامدة ماسكة نفسها كويس قوي. لو عايزة تزودي السوا بتاعه وما ياخدش وقت، ده ممكن ياخد من اسبوع لعشر ايام، ممكن كمان لو انت عايزة تاكلي منه بسرعة ممكن تزودي السوا بتاعه يكون مستوي سوا كامل، هتاكلي منه في خلال 3 4 ايام على طول، تمام؟ شايفين شكل البطرمان عامل ازاي، الخلطة، هكمل الباقي في بطرمان تاني وارجع لكم ان شاء الله. خلاص كده مليت بقى البطرمانات بتاعتي، طبعا شايفين في البولة بتاعتي فيها شوية من الليمون بقى والخل والحاجات اللي انا حطيتها، تمام؟ هاخد عليها عصير الليمون بتاعي وهاخد الخل، الخل بيزود سرعة تخليل الليمون بتاعنا، تمام؟ حطه زيادة علشان بيزود، طورهم كده كويس، تمام؟ خلاص شوفوا اللون عامل ازاي، اللون تحفة. كمان عايزة اقول لكم دقت الطعم، الخلطة رهيب. وانزل بقى بالمية بتاعتي دي الليمون والخل على الليمون بتاعنا بالشكل ده كده، مش هزود مية ولا هزود اي حاجة خالص. اهو كله بالشكل ده كده، ايوه بطرمانات بتاعتك مش مليانه، الميه مش طايله للاخر، مش عايزاها تطول للاخر، عارفين ليه؟ لان هي لو طالت للاخر هنا خلاص كده كده الليمون والخضار اللي هو الفلفل والجزر والحاجات دي بتنزل ميه، والليمون بينزل العصاره بتاعته، فهتزيد الميه وهتوقع من البطرمان بتاعي. لكن شايفين الميه لحد فين؟ اهي لما تنزل الميه بتاعتها هتملى البطرمان، هتبقى الميه مناسبه، مش هتلاقي حاجه نازله منك في الارض خالص، تمام؟ هعمل ايه بقى؟ شويه زيت زيتون او زيت نباتي عادي خالص على الوش، نمنع اي هواء يدخل للمخلل بتاعنا، تمام؟ ولا بكتيريا ولا اي حاجه تطول المخلل بتاعنا، طول ما هو مقفول يفضل زي الفل. وكده الليمون بتاعنا خلاص خلص، الخلطه الجباره الرهيبه بجد تحفه، طعمها يجنن ان شاء الله تعجبكم قوي. لو انت اول مره تدخل القناه تنسيش تعملي اشتراك وتفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.